الأخ عبد الفتاح يقول الشيخ هل يجوز شرع نقل الفتوى للآخرين؟ يعني يقول في مجموعة وكذا والناس لا هو ينقلها مع عن الشيخ فلان يقول هذه مسألة قال الشيخ حمزة كذا أو مسألة تحدث عنها الناس تحدث عنها كل من كتب في الإفتاء ذكر ذلك هل يجوز لمن سمع فتوى أن ينقلها إلى الآخرين؟ هذه قالوا إن كان هو أهلا للفهم لأن حتى لا يخطئ أحيانا هو سمع خطأ حضر مجلس الفتوى مثلا وسمع يعني قضية تفاصيلها أو إيجازها ولكنه لم يستوعب لأن الناس يختلفوا في المسألة هذه فإذا كان هو متأكدا من قضية سماعها بتفاصيلها وظروفها كذلك لأن لعل الذي طرق الفتوى من جديد ظروفه تختلف عن الفتوى التي سمعها صاحبنا فالقضية تعتمد على عدة قيودات والله أعلم الناقل يعتمد نعم على الناقل نعم نفسه نعم يعني نعم نسأل الله حفظكم شيخنا بارك الله فيكم ونسأل الله العظيم يزيدكم من فضله وينفع الله بكم الإسلام والمسلمين.